يقال أن السيدة عائشة عندما توفيت قالت: وددت أني كنت نسيا منسيا، بينما علي بن أبي طالب كان يقول: فزت ورب الكعبة. فلماذا كانت عائشة تتمنى كانت نسيا منسيا، بينما عليا كان يقول: فزت ورب الكعبة؟ فإن عائشة عندما توفيت أخذت تلطم عليها حفصة وتقول: وعائشة وارضعا وكبيرا، بينما علي بن أبي طالب كان يقول: فزت ورب الكعبة، رغما على أنوفكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما في أنوفنا، احنا معك وسمعينك للآخر. لما تكون خبيث ابن خبيثة يتتأدب فنقبل كلامك ونعلمك جهلك وجهل المعممين عندك، فاهم؟